مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم الى عدد جديد ولقاء جديد من برنامج عين على الجالية. عين على الجالية في نهاية هذا الأسبوع سنتطرق إلى ما تتناوله وسائل الإعلام العربية والغربية وحتى الدولية بخصوص الحرب في أوكرانيا أو الأزمة الروسية الأوكرانية. السؤال الأكبر في هذه الحلقة: ما مدى تأثير الأزمة الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة والمقررة شهر أبريل نيسان المقبل، أي المحددة يوم 10 أبريل، والدور الثاني سيكون يوم 24 أبريل المقبل دائما. ما مصير المهاجرين يا ترى في هذه الحرب، وما مصير الجاليات العربية والإفريقية خاصة في ظل هذه الأزمة، خاصة أن الحرب الأوكرانية رمت بظلالها على المجال الاقتصادي والسياسي وحتى الاجتماعي والثقافي. مشاهدينا الكرام، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أسعد باستضافة كل من الدكتور عبد القادر قتشة، إعلامي وأستاذ جامعي. مرحبا دكتور. مرحبا بك الأستاذ عبد. يشرفنا أن تكون معنا ككل مرة دكتور. شكرا على الاستضافة. العفو. وسيكون معنا مشاهدينا الكرام عبر خدمة سكايب من باريس، نتشرف كذلك بحضور الأستاذ فيصل جلول، الباحث في أكاديمية الجيوبوليتيك بباريس. الأستاذ فيصل مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا لك على قبول الدعوه استاذنا. بكل فخر. تسلم. وسيكون معنا الاعلامي الجزائري الزميل علاء الدين بونجار. علاء، مساء الخير ومرحبا. مرحبا عبد الكريم، كل التحيات للضيوف الكرام وللمشاهدين الجزائريين في الداخل والخارج. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارجه، فاصل قصير ونبدا النقاش. أرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ معك الأستاذ فيصل جلول من باريس. أستاذ فيصل، كتبت، أبدأ بهذا بما نشرته أنت على صفحتك في الفيسبوك بحر الأسبوع الفارط، تقول بأن الحرب في أوكرانيا ترفع أسهم الرئيس الفرنسي ماكرون الانتخابية إلى قمة جبال الألب. ترى الأستاذ فيصل، على ماذا بنيت توقعاتك؟ في الواقع على سندين كبيرين. الأول يتصل بما قبل الحرب، حيث كانت أسهم ماكرون بمواجهة المرشحين الآخرين متقدمة جدا، كان في الدورة الأولى يفصل عنهم 10 نقاط إلى 15 نقطة عن كل منهم. ونظرا لوجود تفتيت في الترشيح، اليمين المتطرف مثلا قسم إلى قسمين، واليسار كان هناك قبل أن تنسحب إحدى المرشحات، نعم، كان هناك وما زال 3 مرشحين. باليمين الليبرالي كان عدد كبير انحصر مؤخرا في فاليري باكريس. نعم. الآن هذا المعطى كان لمصلحة رئيس الجمهورية. نعم. وبالتالي هذا مهم بالنسبة لتقدمه على الآخرين. السند الآخر جاء عندما صارت الأولوية في هذه الانتخابات لما يدور للحرب في أوكرانيا. ونحن نعرف أن فرنسا والدول العريقة، ألمانيا فرنسا أو غيرها، في مثل هذه الحالات تعطي الأولوية للصراع في الخارج، والتغيير في الداخل يصبح أقل أهمية. لهذا نرى أن أسهم
ماكرون ارتفعت بنسبة 30% في الدورة الثانية بينه وبين أي من المرشحين الآخرين. نعم الأستاذ فيصل، ربما 30 ربما 20. عذرا على المقاطعة الأستاذ فيصل في هذه النقطة بالذات، برأيك الحرب في أسبوعها الأول كل استطلاعات الرأي كانت تقول بأن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى الحضيض وإلى أدنى مستوياتها. السؤال الآن، هل الأسباب التي كانت آنذاك يعني متوفرة حتى وصلت شعبية وتراجعت شعبية الرئيس ماكرون ما زالت قائمة اليوم، أم الحرب دخلت في أسبوعها الثاني وبالتالي تلاشت تلك الأسباب؟ والله أنا يعني حسب متابعتي ل يعني برامج الاستطلاع، نعم كان واضح لي تماما أنه أسهمه ليست منخفضة. نعم استفاد كثيرا من تفتت تمثيل المرشحين للتيارات الأخرى، يجب أن لا ننسى أنه نعم. أنه تمكن ماكرون في الولاية الفارطة أو التي ستنتهي، نعم تمكن من توجيه ضربة قاسمة للبنى السياسية التقليدية، اليسار التقليدي، الحزب الاشتراكي الفرنسي يكاد يكون غائب مثلا، نعم التيار ديغولي تحول إلى تيارات، نعم اليمين المتطرف كان الأكثر تماسكا فانقسم اليوم بين زيمور وبين يعني السيدة لوبين. إذا نحن إزاء حالة من التفتت استفاد منها ماكرون كثيرا، نعم وجاءت الحرب لتعزز فرصه ولتضعه فعلا في القمة. رائع. ابقى معنا الأستاذ فيصل من باريس. نذهب إليك علاء الدين. علاء، برأيك هل الآن أصبحت كل العوامل تصب في صالح المرشح إيمانويل ماكرون لعهدة ثانية أو ولاية رئاسية ثانية، أم ستكون هناك مفاجآت من منافسين آخرين خاصة اليسار الذي يبدو إلى حد الساعة مهلهلا، ما رأيك؟ نعم في الواقع موضوعيا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث حاليا، ما يتهدد فرنسا وما يتهدد أوروبا، يعني يمكن أن نقول بأن الرئيس ماكرون لديه طريق سيار مفتوح ولا ينافسه أحد للوصول إلى عهدة ثانية، لكن المعطيات كانت مختلفة قبل هذه الحرب. كان هناك تهديد من بقية المرشحين خصوصا من معسكر اليمين وأقصى اليمين، وكان هناك بعض التقاطعات بين هذه الأحزاب التي كان بإمكانها أن تشكل تهديد على الرئيس ماكرون. لهذا منذ أن أخذت فرنسا عهدة الرئاسة على المجلس الأوروبي، نعم كان هناك تحذيرات من طرف بعض الأحزاب بأن ماكرون أخر الإعلان عن ترشحه، عن ترشحه حتى يستفيد من عهدته الأوروبية ومن عهدته الرئاسية ليروج لعهدة ثانية وليروج لمشروعه، على أساس أن هناك العديد من المشاكل شهدتها عهدة ماكرون. كانت هناك الأزمة مع السترة الصفراء، كانت الأزمة الصحية ومئات الآلاف من الفرنسيين الذين ماتوا، الأزمة الاقتصادية، الأزمة الأمنية سواء في مالي وبعض الدول، فكان هناك العديد من، وهذا دون ننسى الأزمات الاجتماعية، الإسلام، الاستبدال العظيم، الأزمة الهجرة والهوية، فكانت كلها ملفات يمكن أن تضعف الرئيس ماكرون وأن يستخدمها الآخرون. لكن الرئيس ماكرون تميز، معروف أنه البعد الدولي والقضايا الدولية في الانتخابات الفرنسية لا تؤثر كثيرا، هناك اعتبارات داخلية، لكن الآن ما يحدث في فرنسا وفي أوروبا والزخم الموجود حول الحرب الروسية على أوكرانيا سيجعل من الرئيس ماكرون يتميز على الآخرين، لأنه موجود داخل المطبخ إن صح التعبير، واستطاع أن يضع فرنسا في الواجهة وأن يصبح وأن ينصب نفسه
متحدث وحيد إن صح التعبير مع الرئيس بوتين، وهذه نقاط تحسب له، وباعتقادي بأن الفرنسيين عندما سيتوجهون إلى التصويت بعد أقل من شهر سيأخذون هذا بعين الاعتبار ولن يغامروا بأن يختاروا شخص آخر، خصوصا أن الحرب ما زالت طويلة والأزمات والتراكمات ستكون قوية وكبيرة على فرنسا وأوروبا. وأوروبا. شكرا على ابقى معنا. أعود إليك الدكتور عبد القادر قتشا. سمعت ضيوفنا من باريس خاصة الأستاذ فيصل جلول أو ما قاله علاء الدين بونجار الآن أن الأزمات الخارجية لا تؤثر داخليا. فرنسا الآن هي من تترأس الاتحاد الأوروبي، الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي طرف الصراع الروسي الأوكراني، برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على الاستحقاقات المقبلة يوم 10 أبريل المقبل؟ شكرا وتحياتي لضيفيك من باريس. كما قلت فرنسا تترأس الاتحاد الأوروبي، وهذه هي النقطة التي استغلها الرئيس ماكرون. الآن أصبح يمشي بثلاث قبعات، قبعة رئيس الاتحاد الأوروبي وقبعة رئيس فرنسا وفي مواجهة الحرب في أوكرانيا والاتحاد السوفيتي روسيا، وقبعة المرشح للرئاسيات القادمة. إذن يحمل ثلاث قبعات، وهو استغل هذا الظرف، واستغل وترك، يعني حتى هو ترشح في آخر دقيقة، يعني أعلن عن ترشحه وترك اليمين المتطرف يتصارع فيما بينه واليسار يتصارع فيما بينه، ووقعوا في كثير من الأخطاء، وهو ترشح أخيرا، ولكن قال أن أهمية الآن الأهمية القصوى هي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وإنعكاسات على أوروبا وعلى الاتحاد الأوروبي. وبما أنه هو الذي يسير في الاتحاد الأوروبي، إذن مهامه في الاتحاد الأوروبي يعني أكبر من أن ترشحه للانتخابات، حتى أنه قاطع يعني ترشح، يعني عفوا قاطع أنه يقوم بحملة يعني وقام بها عن طريق تويتر فقط، لأن الأزمة يعني الروسية الأوكرانية كبيرة جدا وانعكاستها ستكون كبيرة جدا على أوروبا، خاصة فيما يخص الطاقة وكذلك الغذاء. اليوم هناك يعني انعقاد القمة، نعرف القمة في فرساي، قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي أو أغنياء أوروبا في فرساي، لأخذ قرارات يعني صارمة ضد روسيا أو ماذا يفعلون. وقال كلمة، قال أن الأزمة ستنعكس كثيرا على أوروبا، والأزمة ستكون أزمة غذائية وأزمة طاقوية، وهذه ستنعكس على أوروبا، وذكر حتى إفريقيا، وستنعكس على إفريقيا وستجوع بعض الدول الإفريقية. إذن كيف سنواجه هذه الأزمة؟ إذن البعد هو أكبر من الانتخابات الرئاسية، ولكن يبقى دائما أن المشكل هذه الأزمة ستنعكس أكيد على أوروبا وعلى فرنسا، يعني خصوصا لأن فيه انتخابات رئاسية، هناك تذمر من الشارع الفرنسي يعني في زيادات في الطاقة، يعني كل يوم يرون أنه هناك زيادات في الطاقة، زيادات في المواد الغذائية، زيادات في مواد أخرى، يعني هل هذه الزيادات ستكون هي الحاضر في هذه الانتخابات؟ ما هي يعني مشاريع المترشحين في هذه الانتخابات؟ ماذا سيقدمون؟ يعني نعم، وما هو البديل؟ وما هو البديل؟ يعني الشارع الفرنسي يطرح في هذه القضايا. على ذكر دكتور قمة فرساي، أعود إلى الأستاذ فيصل جلول من باريس، وهذا آخر منشور سألاحقك به الأستاذ فيصل إذا كان سمحت لي. كتبت آخر منشور على صفحتك تقول بأن بيان قمة فرساي الأوروبية لا يلبي مطالب أوكرانيا ولا يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف ذلك الأستاذ فيصل؟ يعني كان أوكرانيا تنتظر موقف أوروبي أقوى تجاه مطالب زيلينسكي، مطلب زيلينسكي الأساسي، وهو أنه يتاح لأوكرانيا الدخول إلى الاتحاد العضوية في الاتحاد الأوروبي. وهذا لم يتم. صار حكي مبدأ أنه لها الحق، يمكن لتركيا الحق، حتى لروسيا الحق. هذا لا يكفي. أيضا كان المفترض أن يكون حزمة عقوبات جديدة على روسيا، هذا لم يتم. وكان المفترض أن يكون موقف متشدد من فلاديمير بوتين
مرة أخرى هذا لم يتم. ما زال الموقف الأوروبي تحت السقف الذي ارتسم من اليوم الأول. لا عضوية لأوكرانيا في الاتحاد، لا عضوية لأوكرانيا في الحلف الأطلسي. المساعدات التي ستأتي إلى أوكرانيا يجب أن لا تؤدي إلى افتعال مشكلة مع روسيا. ابقى معنا الأستاذ فيصل، أنت مشكور. نعم عقوبات نعم وصل وصل أستاذ فيصل، تفضل. عفوا. إذن الأخطر من ذلك أنه هناك مشكلة الغاز ومشكلة النفط الذي ينبغي أن يصل من روسيا إلى أوروبا، وفلاديمير بوتين اتخذ في هذا المجال استراتيجية ذكية، لم يقطع النفط، لم يقطع الغاز انتقاما، وجعل الأوروبيين أمام في مواجهة قرار صعب للغاية. نحن نعرف أن كل شيء يمشي في أوروبا وفي العالم بواسطة الطاقة، بواسطة النفط. أكيد. وبالتالي انقطاع النفط عن دول أوروبية تحتاج 100% إلى الطاقة الروسية أو الغاز. 100% تحتاج إليه، يعني انهيار هذه الدولة. بعض الدول في أوروبا كألمانيا 50% من حاجتها للغاز تأتي من روسيا. دول أخرى 40-30-20. يعني في هذا المجال الاتحاد الأوروبي وقمة فرساي كانت حذرة جدا. وأعتقد بأنه لا تجاه هذه المسألة. كانت مثلا أوكرانيا يمكن تريد أن توجه ضربة، الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة في الطاقة للروس، لأنه عندك حوالي 700 أو 680 مليون دولار يومية بيوصل تحويلات تصل من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا يوميا. وهذا يمول قطاع واسع حوالي 20% أو أكثر قليلا من الاقتصاد الروسي. فإذن الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة لم يتخذ قرار في هذا المجال. حكي عن أنه الطاقة من بعد تأتي، العلاج مسألة طاقة وتنويعها يأتي من بعد، لكن بالنسبة للأوكرانيين هذه المسألة في غاية الأهمية اليوم. إما أن تعاقب روسيا اليوم أو لا تعاقب. إذن لهذا قلت بأنه البيان الاتحاد الأوروبي الأخير بقمة فرساي ما كان مؤذي لفلاديمير، ما كان مستفز لفلاديمير بوتين، ولم يستجب لما ترغب به. إذن كانت مراعاة للطرفين دون الوقوف إلى جانب طرف معين. شكرا الأستاذ فيصل، ابقى معنا. على الدين، برأيك هذه الحرب الشيء الملاحظ فيها أنها أدت إلى انقسام الطبقة السياسية بفرنسا، والملاحظ كذلك أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف يعني متشنجة دوليا، كيف يعني وباختصار شديد أن هذه الانتخابات كذلك لن تكون كسابقتها، برأيك كيف سيتم استقطاب الجاليات المهاجرة في فرنسا، سواء الجالية العربية الإفريقية الإسلامية التي أخذت حيزا وتجاذب في الحوار السياسي، علما أن هناك عداء للآخر خاصة من اليمين المتطرف الفرنسي، كيف تقرأ كل هذا علاء؟ نعم، إذا أخذنا بعين الاعتبار وسلمنا بأن الجاليات تصوت على أساس قناعات انتخابية، فهي ستختار بالنهاية من يمثلها أكثر. يعني أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار كل شخص حسب ما قناعاته الانتخابية. هل تقصد جون لوك ميلونشون صاحب الخطاب الذي يصفه البعض شعبوي وأنه يميل إلى الجاليات المهاجرة؟ لا، هذا بصفة عامة، يعني أنه هناك يسار، اليسار الاشتراكي التقليدي هو مشتت، والواضح بأن اليسار الراديكالي الذي يمثله ميلونشون، إذا أخذنا بعين الاعتبار مواقف ميلونشون، هو دافع عن مواطنة المسلمين، على ضرورة حتى بالنسبة لقضية المهاجرين واللاجئين الأوكرانيين، هو يستغرب أن تكون هناك انتقائية وعنصرية، لأن
مثلا حتى اليمين المتطرف غير موقفه 90 درجة في مؤخرا. السابق. مارين لوبان كانت ترفض مجيء اللاجئين الأفغان واللاجئين السوريين، الآن اللاجئون الأوكرانيون مرحب بهم، وما عدا إريك زمور الذي هو صريح مع الفرنسيين ويقول بأن اللاجئين عليهم أن يبقوا في بولندا وفي بلادهم و لا يأتوا إلى فرنسا. ولكن على، إذا كان تسمح لي عذر على المقاطعة، يعني لماذا لم يرحب بالعراقيين والسوريين بالرغم مما عاشوه وحتى الليبيين مثلا؟ لماذا هذا الكيد بمكيالين؟ يعني أنه لن، يعني هذا عادي، يعني أنه عندما يكون هناك أوروبيون هم في حرب فلن يكون التعامل معهم مثل مع السوريين أو مع الأفغانيين أو مع، يعني إذا أردنا أن نقول بأن الدول الغربية هي عنصرية فهذا معروف، يعني أنه فهناك عنصرية في المجتمع الغربي وموجودة، فأنا لا أرى أي مشكلة. يعني المشكلة هي الأسئلة تطرح على الدول العربية التي لا تستقبل اللاجئين من الدول العربية، فهذا هو السؤال المطروح. أما أن يكون هناك أوروبيون، فأوروبا هي دولة مجتمعاتها لكن على إلى الشيخوخة، يعني عطفا على كلامك على، واستسمعك في هذا، ليست الدول العربية هي من خلقتها بؤر التوتر، وإنما الغرب كان متسببا في هذا إلى درجة، وأنت متابع جيد لهذه الملفات، كيف تقرأ مراسلي بعض المؤسسات الإعلامية الدولية في طرحهم ومراسلتهم على أساس أن الأمر يتعلق بأوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أصفر وما إلى ذلك، حتى من بينهم رئيس وزراء بلغاريا؟ يا سيدي، نحن نتعاطف مع من يشبهوننا ومع من يشبهوننا في الدين وفي اللون، وهم أيضا يتعاطفون مع من يشبهنا، فيعني أنا لا أجد أي حرج في أن يكون هناك هذا التمييز. على الأقل هناك سياسيون يقولون هذا الشيء بالفم الملآن، وهناك منافقون في السياسة مثل فاليري باكريس من اليمين التي تقول بأنه يجب استقبال الأوكرانيين ويجب فتح الأبواب، ولكن بالنسبة للآخرين هذه ليست المشكلة. المشكلة الآن أن حسنة فلاديمير بوتين في بالنسبة للأوروبيين أنه وحد الموقف الأوروبي بعدما كان هناك تشتت، الآن الموقف بالنسبة للاجئين القادمين من أوكرانيا وبالنسبة للحرب الروسية على أوكرانيا تقريبا من طرف السياسيين الفرنسيين هو متقارب حتى من السياسيين الذين كانوا محسوبين على أساس أنهم يتلقون الدعم من روسيا مثل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة التي كان يدعمها نظام بوتين، حتى ميلانشون الذي كان يرى في وطنية بوتين وبراغماتيته وضرورة التعامل معه بالندية بدأ يغير موقفه نوعا ما، لأن هناك حرب وهناك اعتداء على دولة. الآن نعرف جيدا بأن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا كدولة، أوكرانيا مثل ما هي بقية الدول في العالم هي ساحة حرب، الصراع يتعلق بين نظام عالمي جديد، بين رئيس روسي يريد أن يستعيد كرامة الاتحاد السوفيتي والقيصرية الروسية في مواجهة الغرب الذي تعامل معه لفترة طويلة، والآن وصلت الأمور بينهما إلى نقطة القطيعة، فأوكرانيا ما هي إلا السبة كما يقال عندنا. يعني أنه هذا هو الواقع الموجود، فالأوكرانيون حتى الحديث عن قمة فرساي، يعني الأوكرانيون هم يطلبون الكثير من الأوروبيين، فلكن نعرف جيدا بأن إدخال أوكرانيا في أوروبا في الوقت الراهن هو إعلان حرب بالنسبة لروسيا، ودخلنا في حرب مفتوحة، نعرف بأن هناك رؤوس نووية، فباعتقادي أن ما اتخذ في قمة فرساي هو قرار تاريخي وقرار كبير، يعني أنه قرار التنصل من التبعية الروسية الطاقوية من هنا حتى 2027 بناء دفاع أوروبي، يعني أنه النظام الروسي قدم خدمة للأوروبيين وللنيتو بطريقة غير مباشرة، ولكن يعني أنه العقوبات الاقتصادية لن تدفع بوتين للتنازل في الوقت الراهن، لكن على المستوى الطويل أعتقد بأن النظام الروسي سيتضرر كثيرا من هذه العقوبات. أبقى معنا علاء الدين من باريس. أعود إليك الدكتور غتشا داخل الاستوديو. الشيء المؤكد أن هذه الحرب أدت إلى انقسام الطبقة السياسية في فرنسا، وكما قال علاء الآن أن حتى الخطاب بخصوص الجاليات
العربية الإفريقية وحتى الإسلامية التي كانت تأخذ حيزا في الخطاب السياسي الفرنسي هناك تحول. كيف تقرأ هذا الدكتور جتشا؟ أسمع منك الإجابة ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة في برنامج عين على الجالية. السؤال أكبر المطروح في هذه الحلقة، ما مدى تأثير الحرب أو الأزمة الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة والمقررة يوم 10 أبريل نيسان المقبل، والدور الثاني سيكون يوم 24. ما مصير الجاليات العربية والإفريقية وحتى الإسلامية في بلد علماني؟ الجاليات المهاجرة أخذت قسطا كبيرا في الخطاب السياسي الفرنسي. الشيء المؤكد أن هذه الحرب أدت إلى انقسام الطبقة السياسية داخل فرنسا، والانتخابات الشيء المؤكد كذلك أنها لن تكون كما سبقتها، سواء مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند أو تلك التي كانت مع نيكولا ساركوزي وقبله جاك شيراك الذي واجه في الدور الثاني زعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبن. الدكتور جتشا، قبل هذا قبل الفصل كنت طرحت عليك السؤال، ما مصير المهاجرين وما مصير الجاليات المقيمة منذ سنوات والتي شكلت العمود الفقري لبناء الاقتصاد الفرنسي منذ سبعينيات القرن الماضي؟ بداية، هو الانقسام في الطبقات السياسية في أوروبا، إذا كنت تكلمنا عن الانقسام، هو لا نقول انقسام بالمعنى الانقسام، ولكن هو تغيير مواقف يعني، أو تغيير خطاب سياسي حسب المواقف الراهنة. هناك الآن مواقف راهنة، إذن يتغير الموقف السياسي. وأعطي مثال، مثلا إذا أعطيت مثال برئيس بلدية بيزي روبير مينار، معروف بأنه متطرف من اليمين المتطرف، وكان في سنة 2014 كان هاجم السوريين. روبير مينار كان يترأس روبورتير سون فرونتيير، محققون بلا حدود، وبعد نعم. أصبح يعني رئيس بلدية بيزي. نعم. فإذا في سنة 2014 كانت هجم كثير على اللاجئين السوريين اللي فارين من الحرب، وقال يجب أن يعودوا، وكان هناك مونتاج لفيديو ها هم قد أتوا يعني في القطارات إلى آخره، وكأنه يعني هجوم على فرنسا. الآن منذ يومين يعني في إحدى القنوات التلفزيونية ماذا قال؟ قال أسحب كلامي الذي قلته سنة 2014، لم أكن أظن هكذا لما رأيت الحرب في أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين يدخلون. يعني هذا التغيير، هل هو تغيير يعني ناجم عن قناعة، أم هو تغيير في إطار استراتيجية الانتخابات الرئاسية القادمة؟ نعم. إذن يعني هذا تغيير موقف، وبالتالي السياسة معروفة أنه ما فيش صديق دائم ولا عدو دائم، وإنما مصالح دائمة، هذه هي السياسة. إذا يعني تغيير هذه المواقف تخضع للشيء الراهن. الجاليات، اللجوء، الهجرة دائما هي مواضيع يستخدمها السياسيون في أوروبا يعني يعني أخذ حيز يعني في عملية صبر الآراء حتى يطلع في صبر الآراء، وكأن الجاليات والهجرة هي التي عطلت المصالح الأوروبية والمصالح الاقتصادية، ولكن هو بالعكس أنه كثير من الجالية والمهاجرين هم من يرفعون يعني الاقتصاد الأوروبي في حقيقة الأمر، ولكن هو لعب دائما على هذا الجانب لجلب أصوات الناخبين، خاصة أن نحن نتكلم عن الانتخابات الرئاسية، وشفنا أنه منذ بداية الحملة الانتخابية في فرنسا أو ما قبل الحملة الحديث كله أو أغلبية الحديث كله عن المهاجرين عن اللاجئين. الآن جاءوا اللاجئين الأوروبيون، اللاجئين الأوروبيين الآن اللي هم الأوكرانيون، وبالرغم أنه فيه لجوء أوكراني، إلا أن هناك من أوكرانيا عرب ومسلمين وكذا، وهناك التفرقة، وحتى هناك التفرقة بالنسبة للمغاربة وللأفارقة يعني، وكأنه هناك فيه طبقة الأولى وطبقة الثانية وطبقة الثالثة. مؤخرا فيه روبورتاج قيل عن فرنسا أغلبية اللاجئون يعني الذين جاءوا من أوكرانيا هم من المغرب والجزائر، يعني مش عارف الإحصائيات هذه اللي أتوا بها. إذن دائما هذه الحرب الإعلامية مربوطة باللجوء وبالهجرة، ولكن هي مجرد يعني نسوا، لأنه مشاكل أوروبا هي مشاكل اقتصادية ومشاكل في العمق. هناك خبراء قالوا من الذي جرى أوروبا إلى هذه الحرب؟ وأشار إلى أمريكا،
أمريكا من بعيد هي التي جرت أوروبا. أوروبا دخلت في حرب يعني ويعني وجدت نفسها في هذه الحرب. وأنا قلت اليوم يعني في 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 مؤتمر فرساي قالها الرئيس الفرنسي بصراحة، هذه ستؤثر على فرنسا وعلى كل أوروبا يعني. إذن فكثير من الخبراء يقولون يعني الآن بعد الدول العربية وما سمي بالثورات وإلى آخره، الآن نقل هذا إلى أوروبا، وأوروبا ما ستدفع ثمن هذه الحرب والقادم يعني سيكون أسوأ وأسوأ، لأن الأزمة في حد ذاتها هذه هي البداية. وهناك يعني هناك تعصب تقريبا من الطرفين. الرئيس بوتين يريد تحقيق يعني أهدافه إلى أبعد الحدود، ولكن هناك الحاجز الأوروبي الذي يقول لا. وفي النتيجة من سيدفع ثمن؟ من سيدفع ثمن؟ هنا هذا السؤال. ويقولون أن الرابح الأكبر هو الولايات المتحدة. هذا يعني بين قوسين، هذا تحليل فقط يعني هل فعلا الرابح هو الولايات المتحدة؟ لأن الآن فيه ملف الذي ذكر، ملف المخابر البيولوجية واتهام أمريكا بتمويل المخابر البيولوجية في أوكرانيا، وهذا ملف يعني خطير جدا، وستأتي يعني معطيات في الساعات أو في الأيام القادمة ستفتح مجالات أخرى. فلا ندري يعني إلى أين ستأخذ هذه الحرب وهذه الأزمة يعني مداها وبعدها في الاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على الانتخابات الفرنسية وعلى اللاجئين يعني العرب والمسلمين الذين يدفعون ثمن دائما. شكرا دكتور قتشة، أبقى معنا. أعود إليك الأستاذ فيصل جلول من باريس. الأستاذ فيصل، يعني إقامتك في باريس منذ سنوات، كاتب إعلامي، وأنت اليوم باحث في أكاديمية جيوبوليتيك بباريس. الأستاذ فيصل، هناك ما يميز يعني كل الانتخابات الرئاسية عادة بفرنسا، ما يميزها أن هناك الجالية الجزائرية الموجودة بحكم العدد، وهناك الجالية اللبنانية التي طبقت مفهوم المواطنة إن صح التعبير. هذه الجاليات إلى أي مدى يمكنها أن تؤثر في الانتخابات المقبلة في حال كاين تأطير وتوجيه؟ مع الأسف الشديد لن يكون هناك تأطير أو توجيه، لأنه نحن نعرف أن الجاليات المهاجرة عموماً ما عندها بوفوار انتلكتويل وما عندها بوفوار ايكونوميك. والسلطة الثقافية والسلطة الاقتصادية مهمة جدا وليست منظمة. وهذا يضعفها كثيرا ويضعف المهاجرين عموما في فرنسا. المهاجرين الأجانب بشكل عام والمهاجرين من أصول عربية أو إسلامية بشكل خاص. أذكر لك مثال واحد. عندما جرت في عهد نيكولا ساركوزي محاولات لإنشاء مجلس تمثيلي للجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، خبطوا ببعض هذه الجاليات لأسبوع إلى أن فرض عليهم ساركوزي تمثيل فرد حتى تم الاتفاق على الصيغة التي نراها اليوم، والتي انتهت لأنه ماكرون سيبحث عن صيغة جديدة وهو بصدد تشكيل صيغة جديدة. إذن هذه الجاليات قرارها مشتت إلى أقصى الحدود، وكما قلت ضعيفة وغير منظمة، وتواجه ما يطرح ضدها أو ما يطرح في مواجهتها تواجهه كل بوسائله. وبالتالي أنا أظن بأنه لا يمكن أن تفعل كجاليات يكون لها وزن مرجح لهذا أو ذاك. ربما خطابات من الخطاب الذي يدلي به ميلونشون، أو خطاب الذي يدلي به مرشح البيئة جادو، أو ممثلين من هذا الاتجاه قد تساعد بسبب خطابه المتسامح على أن تكون الجاليات العربية والمسلمة أقرب لهم من غيرهم. لكن يبقى المشكلة الأخطر من ذلك، أنه قسم الأعظم من هذه الجاليات لا يذهب أصلا إلى صناديق الاقتراع، لا ينتخب. لذا أنا أشك في أن يكون
الصوت المسلم والعربي مرجح في هذه الانتخابات، كما أنه ما كان مرجح في انتخابات سابقة للأسباب التي ذكرتها للدعم. شكرا أستاذ فيصل. ابقى معنا علاء الدين بونجار. يقول أحدهم يعني لماذا نلوم اليمين المتطرف سواء زعيمة الحزب مارين لوبان أو نلوم اليمين المتطرف كذلك إيريك زمور عندما يهاجم هاته الجاليات التي تعيش على المساعدات الاجتماعية وما تقدمه الدولة من إعانات؟ أولا هؤلاء معظمهم بدون شغل، يعني لا يساهمون في دفع الضرائب، أليس من حقها أن تقول فرنسا للفرنسيين؟ لا، عندما يتحدث حزب اليمين المتطرف أو زمور هو لا يمثل فرنسا، يمثل تيار من سياسي فرنسي يحاول أن يجد تفسيرات لبعض المشاكل. عندما يكون هناك حديث لدغدغة مشاعر الفرنسيين والحصول على أصوات، يتم التلويح سواء بالحرب الجزائرية، بالإسلام والمسلمين، بنظرية الاستبدال العظيم. ولكن عندما نأتي لتحليل هذه النظريات موضوعيا نجد أن قضية الاستبدال العظيم هذه مجرد خرافة، يعني أنه من ناحية العدد، لكن يتم ترديدها بالنسبة لبعض الفرنسيين، لأنه في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم الغربي هناك شعور وعودة للشعور القومي الوطني، وبالتالي هي ما يحدث هو نوع من صراع الحضارات على أساس أنه لفترة طويلة هذا اليمين أو اليمين المسيحي الموجود في فرنسا نظرا لسيطرة بعض الأفكار الجديدة والحدثية التي روج لها اليسار لمدة عقود، يبدو أنه أدخل نوع من الخلل داخل المجتمع الفرنسي، فهناك نوع من الانتفاضة والاستعادة والعودة إلى هذه الأفكار القديمة وإلى هذه النظريات. فهناك من يتغنى بضرورة أن تعود فرنسا إلى الماضي المجيد وقضية القوة الفرنسية، ولكن هم يعلمون جيدا بأنه نحن في عالم في عصر العولمة، ومن الصعب جدا العودة إلى تلك الفترة. حتى البعض أنه يقول بأنه يمكن ما تحتاجه فرنسا أن يكون شخص نوع صارم مثل بوتين أو شخص ديكتاتوري أو عسكري حتى يضبط الأمور ويقف هذه الهجرة، وكأن الهجرة هي أسباب مشاكل فرنسا. على العكس، الهجرة هي فرصة واستنشانس بالنسبة لفرنسا، لأنه لأن الفرنسيين كمجتمع يعني أنه حتى لما تسافر إلى إسبانيا، إلى البرتغال، إلى اليونان، تجد بأن هذه الشعوب هي تعمل في الأعمال العادية. الفرنسيون لا يعملون، لو لا يوجد لم يكن هناك مهاجرون في فرنسا فالمجتمع الفرنسي سيتوقف. هذه صراحة، يعني شاهدنا هذا مع الأزمة الصحية. فهناك من يحاول اللعب على الوتر الوطنية والقومية، حتى مارين لوبان نفسها إذا وصلت إلى الحكم لن تقوم بطرد كل المهاجرين ولن تقوم بطرد كل المسلمين، لأنها هذا سيكون من المستحيل، ولن المجتمع كما قلت لك سيتوقف. هناك ما حدث مع أزمة أوكرانيا ومع الحرب الروسية على أوكرانيا هو أن الملفات التي كانت من المفترض أن تكون في الواجهة، ملف الهوية، ملف الوطنية، مثل الإسلام والمسلمين، ملف الاستبدال العظيم، هذه تراجعت أشواطا، ولا يمكن للتيار الوطني القومي أن يستغل هذا. ففرص ماكرون كرئيس يقدم نفسه كرئيس وسط يميني حداثي يروج للإنسانية، للمبادئ الإنسانية، للمبادئ الديمقراطية، فكل المعسكر القومي انطلاقا من المبادئ التي كان يؤمن بها ترامب إلى المبادئ التي يؤمن بها بوتين، هذه لن يستطيع أحد الدفاع عنها، وهذا ما سيرجح شعبية ماكرون، وهذا قد يذهب في سياق الجاليات الفرنسية من أصول عربية وإسلامية التي يمكن أن تصوت لمرشح مثل ماكرون، لأنه هذا الخطاب يمكن أن يغريها.
بعد نعم هذا سيكون هناك خدمة لكل دولة، يعني أنه كل دولة نعم انطلاقا من تونس إلى الجزائر إلى المغرب إلى لبنان، نعم أين هي جاليتها، كيف تتغلغل داخل الأحزاب، نعم عندما يصل الحزب إلى الحكم كيف يمكن أن تؤثر على موقف هذا الحزب حتى يكون لصالح الدولة على حساب دولة. هذا يعود إلى الدول التي للجزائر التي لم تتواصل مع جاليتها ولم تحسن التعامل مع النخبة وتتعامل مع الجاليات على أساس أنها فقط تلك الجالية الشغيلة التي تعيش على الإعانات. لا، هناك جالية جزائرية كبيرة، نصف الأطباء بعد اليهود هم من الجزائريين، نصف المهندسين، نصف الكثير من الصحفيين، هناك نخبة فاعلة. ولكن هناك أيضا يعني دول لا تعرف التعامل ولا تجعل الأشخاص المناسبين في المكان المناسب حتى يتواصلوا مع هؤلاء الجالية. هناك دول مغاربية لا. وحتى بالنسبة لا. لدولة مثل لبنان استطاعت أن تنصب هذا، أما بالنسبة للأسف بالنسبة للجزائر لا. دولة مثل الجزائر لم تستطع أن تتوفق لحد الآن. شكرا على ابقى معنا، شكرا على هذا التوضيح. أعود إليك الدكتور عبد القادر قدشة، عطفا على ما قاله سواء على أو الأستاذ فيصل جلول من باريس، برأيك بحكم العدد والقوة وخاصة جاليات نخبوية إن صح التعبير إلا أنها غير مؤثرة، كيف تقرأها؟ هي غير مؤثرة لأنها غير مهيكلة بصفة عامة. غير مهيكلة يعني الهيكلة هي يعني الاتصال فيما بين النخب في التقطير، في إطار توفير الجمعيات كذا، في التوجيه، في استراتيجية. هنا مثلا هذه الانتخابات الرئاسية هي فرصة من المفروض أن يحدث هذا، مش ليس الآن ولكن عام من قبل أن يبدأ في تعطير الجاليات يعني العربية والمسلمة إلى آخره في هذه الانتخابات حتى يجدون لهم مكانة، يعني من هو المرشح الأقرب إلى أفكارهم إلى الذي سيدافع عنهم عن مصالحهم إلى آخره، فهو يمشون. ولكن كما قال يعني الأستاذ علاء والأستاذ جلول يعني مشتت، كل شيء مشتت، يعني هناك حتى كما قال لا يذهب حتى للانتخابات، لا يعبر حتى عن صوته، وبالتالي يترك صوته للآخرين يعني للجانب الآخر، والطبيعة لا تقبل الفراغ، يعني هذه قاعدة معروفة. إذن يعني ولكن أن نقول أنه أن هذا الخطاب أن الجاليات أو يعني المهاجرين هم سبب الأزمة، لا، هذا يعني هذه مغالطة يلعب عليها كثير يعني اليمين المتطرف. نعرف كثير يعني نسب كبيرة يعني من المهاجرين يعملون في كثير من يعني القطاعات لرفع الاقتصاد، يعني إذا كان تكلمنا عن فرنسا الاقتصاد الفرنسي أو لماذا ألمانيا لا تتكلم عن المهاجرين بهذا الشكل؟ لأنه يتم ألمانيا يعني قوة اقتصادية الأولى في أوروبا، يعني تعرف كيف يعني توظف هؤلاء المهاجرين. مؤخرا ألمانيا تطلب 1,000,000 مهاجر آخر يعني حتى توظفهم في الشيء الملاحظ اليوم في أوروبا خاصة فرنسا، يعني وين جاليات كثيرة، أن وجه الجاليات سواء العربية أو الإفريقية تغير. يعني اليوم لديك إطارات أطباء مهندسين أكيد. كتاب أدباء، يعني ما بقاش نفس الظروف. ابقى معنا الدكتور قتشة في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة، سرقنا الوقت. أعود إليك الأستاذ فيصل من باريس. الأستاذ فيصل، برأيك بؤر التوتر الدولية سواء المغاربية الإفريقية الخليجية المشرقية، هذه كل ما كان هناك أزمة إلا وأدت إلى نازحين ومهاجرين، هل الحرب الأوكرانية الآن ستعطي شيء من الفهم والتفكير وإعادة نظر، لأن الدول الأوروبية هي الأولى المقصودة بالهجرة للأسف سواء الجاليات العربية أو الإفريقية، هل قلت الدول الأوروبية ستفهم ولو قليلا من التفكير أنها عليها أن تساعد هؤلاء في بلدانهم الأصلية وأن تساعدهم على العيش من خيراتهم وما تجود به الطبيعة في بلدانهم الأصلية؟ ما رأيك الأستاذ فيصل؟ هذا حلم قائم على مبدأ العدالة، نعم، أن تساعد الناس في بلدانهم لكي يبقوا فيها، نعم، ويفعلوا ثرواتهم المحلية ويهيكلوا اقتصادياتهم، نعم،
وينظروا إلى مستقبلهم بوسائلهم وليس بوسائل الغير. نعم. هذا حلم. الميزان القوى القائم اليوم لا يتيح هذا الحلم. حتى لو تحدث البعض عن وجوب مساعدة الأفارقة في إفريقيا والعرب في الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية، حديث طويل عريض ممكن يتم، ممكن تجد أصوات من هذا النوع، لكن ميزان القوى الراهن قائم على ماذا؟ لأن هذه الدول، استسمحك الأستاذ فيصل، يعني كل مرة الدول الأوروبية مستهدفة، كلما كان هناك أزمة أو حرب أو صراع على السلطة إلا وكانت الدول الأوروبية هي المستهدفة لتأخذ هذه الجاليات والنازحين في الخطاب السياسي فيما بعد بين مؤيد ومعارض، يعني شبه عداء للآخر وشيطنة الجاليات المهاجرة. هذا صحيح، لكن لماذا يهاجر الناس إلى أوروبا؟ نعم. ولا يهاجرون إلى المملكة العربية السعودية أو إلى مثلا البحرين أو إلى المغرب أو إلى لبنان؟ نعم. لماذا؟ ربما تجد مثلا مهاجرين سوريين في لبنان لأنه العلاقات متشابكة. نعم. لكن لا يهاجر الجزائري إلى لبنان. لماذا يهاجر إلى أوروبا؟ لأنه أوروبا تمتلك وسيلتين مهمتين. الوسيلة الأولى هي ما يعني تروجه في العالم من أن بلاد المساواة وبلاد حقوق الإنسان، نعم، وتقيس علاقاتها بالآخرين بهذا القياس، أنه نحن مش عنصريين، نحن ممكن نستقبل أي كان. بالتطبيق لا، نعم، يتم التمييز، لكن الناس يتوجهون مؤمنين إلى هذه أوروبا، مؤمنين بهذا الخطاب. وربما كذلك الأستاذ فيصل، المساعدات الاجتماعية من الطب المجاني وتدريس الأبناء إلى غير ذلك، وهي أشياء مفقودة في بلدان هؤلاء المهاجرين. هذا ما كنت سأشير إليه للتو، وهو أنه هذه البلدان غنية ولديها الوسائل لدمج المهاجرين. نعم. وتحويلهم إلى وطنيين، ناهيك عنه عن هذه البلدان لديها فجوة ديموغرافية كبيرة. وهناك من يقول لك الأستاذ فيصل أن هذه الدول غنية بخيرات الآخرين. نعم، هذا ما سأتي إليه أيضا. نعم. عند بلد مثل إيطاليا اليوم إذا بيبقى بنفس التوازن بنفس المسيرة السكانية ينتهي بعد قرن، ما بيعود موجود. نعم. لذلك هم بحاجة لهجرة لسد الفجوة الديموغرافية. نعم. إذا نحن إزاء حالة، نعم، قائمة على اللا توازن وقائمة على ثقافة مختلفة وعلى موقع الغني الذي دائما هو عنصر جاذب للفقراء وللذين لديهم مشاكل، ناهيك عن أنه، نعم، إذا افترضنا أن الدول الأوروبية تريد أن تتعامل مع الدول في العالم الثالث وفق حاجات ووفق ثروة هذه الدول، سيكون سعر برميل النفط مثلا $1,000. نعم. ولا أعتقد بأن أوروبا يمكن، أو حتى أمريكا أو أي دولة أخرى، نعم، لا يمكن أن تقبل بذلك. نعم. النفط اليوم هو أساس الحضارة الصناعية. نعم. نعم. عندما تطلب من العرب الذين يملكون نفط أو اللاتينيين الذين يملكون نفط، نعم، أو الروس، نعم، أنك تريد أن تعاملهم بالمقاييس الحقوقية الاقتصادية اللازمة، نعم، برميل النفط يجب أن يكون $1,000 على الأقل. هذا، نعم، يساعد هذه الدول على تنمية نفسها، نعم، وعلى أن تصبح غنية وأن تكون شريك. نعم. الشراكة ليست مطلوبة ولا يمكن أن تكون مطلوبة بموازين القوى الراهنة. لذا أنا أعتقد، نعم، بأن هذا الخطاب خطاب مثالي، نعم، مبدئيا مقبول ويمكن ويجري الحديث به، لكن واقعيا، نعم، ويضرب معادلات أساسية ربما لا تتغير عادة، نعم، إلا بالحروب أو بوسائل لا نملكها حتى. في انتظار التطورات العسكرية والسياسية لاحقا، وربما السنوات القادمة ستطلعنا بأمور أخرى. الأستاذ فيصل، لم يبقى معنا إلا دقيقتين. علاء الدين بونجار من باريس، كلمة ختامية أترك لك كحوصلة لما جاء في هذه الحلقة، تفضل.
نعم، في الواقع المثل يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني نعم. ما يحدث الآن على المستوى الراهن بالنسبة لعسكريا يخدم روسيا، ولكن نرى بأن روسيا رغم القوة العسكرية اقتصاديا تبقى دولة فقيرة جدا مقارنة بالدول الغربية. لهذا أوروبا من خلال الحرب الأوكرانية يبدو أنها اتخذت قرارات، وأنا باعتقادي التنصل من التبعية الطاقوية سيتوجه نحو دول المشرق وأيضا إلى لبنان، لأن هناك حوض كبير غير بعيد عن لبنان وإسرائيل وأثينا واليونان، هناك الكثير من الغاز، هناك أيضا غاز ونفط في الدول المغاربية وفي أفريقيا. فباعتقادي أن هذه الأزمة قد تفتح الآفاق على تعاون جديد تحالفات جديدة. نعم. ولكن في الواقع نعم. ما هو دائم هو نعم. الاستقلالية الغذائية والاستقلالية الاقتصادية. الآن الدول التي تملك الكثير من المعدات العسكرية أعتقد أنها لن تقتات ولن تأكل هذه المعدات العسكرية إذا كانت هناك حرب. نعم. فعليها أن تعمل على الاستقلالية الغذائية أولا وتكريم الأمن الغذائي. شكرا على أحسن أمن شكرا من تكديس الطائرات. شكرا شكرا على كلمة ختامية في بسرعة دكتور. نعم للأسف سرقنا الوقت. نعم أستاذ عبد الكريم، ربما هل نقول بداية نظام عالمي جديد بعد كورونا كما رآه بعض المستشرفين وبعض الخبراء، وكما تنبأ به ربما بوتين سنة 2014 لما قال لا يجب أن يحكم العالم ب تيار واحد أو أفق أو واحد. إذن كما جاء في قمة فيرساي الآن أوروبا تبحث عن كيف يعني تهرب من التبعية الطاقوية، وقالوا من هنا إلى سنة 2027 ستتخلص أوروبا من التبعية الطاقوية وستستقل. إذن الآن هي حرب طاقوية. الكلمة الختامية نتركها لعميد الصحفيين العربي باريس الأستاذ فيصل جلول في عجالة. تفضل أستاذ فيصل. شكرا جزيلا. نحن أمام منعطف تاريخي بعد هذه الحرب في أوكرانيا. نعم. هناك موازين قوى جديدة ستنشأ. نعم. لن نكون بصيغة الحرب الباردة لأنه كل العالم رأسمالي الآن، ما عاد في اشتراكي ورأسمالي. نعم. إلا كوريا الشمالية. نعم. نحن بعالم فيه اقتصاد واحد رأسمالي، لكن في ميزان قوى واحد، مركز قرار واحد كما قال الدكتور وكما نقل عن فلاديمير بوتين. في مركز قرار واحد بعد هذه الحرب أعتقد بأنه ستكون هناك موازين قوى جديدة وتعدد قوى، وكسر قوى هذا يتيح هام أحادية القطب أمام الجميع، كسر القطب الأحادي. شكرا الدكتور فيصل جلول الباحث في أكاديمية الجيوبوليتيك بباريس، كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس. شكرا كذلك لضيفنا عبر خدمة سكايب علاء الدين بونجار الإعلامي الجزائري، شكرا لك. كما أشكر ضيفي داخل الأستوديو الدكتور عبد القادر قتشة الإعلامي والأستاذ الجامعي. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. موعدي بكم يتجدد نهاية الأسبوع المقبل وموضوع آخر للنقاش في برنامج عين على الجالية. إلى ذلكم الحين أقول أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء. يعطيك الصحة دكتور.